السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع منصة البث المباشر من وزارة التربية والتعليم وحلقة جديدة من حلقات الفيزياء الثانوية العامة. معكم عبد الرؤوف حمدي من القاهرة، معانا الأستاذ أيمن هلهول من بورسعيد. النهاردة في نوع من أنواع المواصلات على شكل ملف اسمه الملف الحلزوني. لما نيجي ندرس المجال المغناطيسي الناشئ عن هذا الملف لازم نتخيل شكل الملف في الأول. طبعا الملف الحلزوني لو انت شفت التشكيل السلكي بتاعك هيبقى ده شكله بالظبط، هو ده الملف اللولبي او الملف الحلزوني. فطبعا التيار الكهربي هيدخل من احد الطرفين ويخرج من الطرف الاخر. ضروري ان انت تقدر تحدد اتجاه التيار اللي بيمر في الملف عشان تبدأ تحسب شكل المجال هيبقى عامل ازاي. طبعا احنا هنتكلم مع بعض النهارده وهنلاقي مع بعض ان ده الشكل بتاع الملف اهو، وده شكل المجال المغناطيسي بتاعه. يبقى معنى كده ان اهو لو انا عندي ملف بالمنظر ده، ده طبعا التيار الكهربي بيتحرك في هذا الاتجاه زي ما احنا شايفين لاعلى، وبيبدا يتحرك خلف الشاشه وينتقل مره اخرى لاعلى بحيث انه بيخرج من الاتجاه الثاني دوت لايه؟ لاسفل. فبينشا عنه مجال مغناطيسي بالمنظر ده. بيكون المجال المغناطيسي زي ما احنا عارفين ليه قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. ولو انا حبيت افكرك باول حلقه احنا شرحناها مع بعض في المجال المغناطيسي، هنجد ان الشكل اللي قدامي دلوقتي او شكل الفيض اللي احنا شايفينه دلوقتي تماما شبه المجال المغناطيسي الناشئ من مغناطيس على شكل قضيب او على شكل متوازي مستطيلات بالمنظر ده. طبعا احنا في اول حلقه للمجال المغناطيسي رسمنا مغناطيس بالمنظر ده وقدرنا نحدد شكل المجال بالمنظر اللي انت شايفه، وطبعا كان ده مطابق لده. يعني بمعنى اصح لو انا حبيت اخرج هنجد ان احنا بنخرج من القطب الشمالي للقطب الجنوبي بالمنظر ده. تمام، يبقى المجال المغناطيسي فعلا ليه ملف حلزوني او الناشئ عن مرور التيار الكهربي. في الملف الحلزوني يشبه المجال المغناطيسي الناشئ عن ملف على شكل قضيب. طيب لو جينا بصينا مع بعض كده هنجد ان شكل الخطوط زي ما احنا قلنا عباره عن مسارات متصله داخل وخارج الملف، كل خط بمسافه مسار مغلق. شوف كده يا مستر ايمن ازاي نقدر نحدد اتجاه المجال المغناطيسي عند محور الملف اللولبي. بنستخدم زي ما استخدمنا في الملف الدائري قاعدة البريمة اليمنى بالظبط كده، كأنك بتمسك مسمار حلزوني وبتربطه. لو كان اتجاه التيار في اتجاه اللف، يعني في اتجاه ربط المسمار، يبقى ايه اللي بيحصل؟ المسمار بيندفع داخل الخشب، يبقى اتجاه حركة المسمار بتكون هي اتجاه المجال المغناطيسي. دي قاعدة البريمة اليمنى. يبقى لما بتشوف شكل وبتشوف التيار قدامك في الملف اللولبي كان مع اتجاه الربط، يعني كلنا اكيد مسكنا مفك قبل كده وحاولنا ان احنا نربط مسمار، اتجاه الربط بيبقى ناحية اتجاه عقارب الساعة. يعني هتبص تلاقي المسمار بيندفع للداخل، يبقى اتجاه اندفاع المسمار هو ده اتجاه المجال. دي تسمى باسم قاعدة البريمة اليمنى. يبقى استخدامها بتستخدم في تحديد المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور التيار في ملف لولبي، والمجال المغناطيسي الناشئ عن مرور التيار ايضا في الملف الدائري. عندنا قاعدة تانية، قاعدة عقارب الساعة او قاعدة اليد اليمنى. خلاص، قاعدة اليد اليمنى هتمسك الملف اللولبي هتقبض عليه كده بايدك اليمين زي في الصوره اللي على الشمال الشاشه. اذا كانت اتجاه التيار بيشير اليه الاصابع بتاعت اليد، يعني اصابع يدك كده وانت ماسك اتجاه التيار فيها الاعلى ناحيه ضوافرك لفوق، تمام، الابهام بتاعك هو اللي بيشاور لاتجاه المجال. يبقى اتجاه المجال هيبقى خارج من على شمال الشاشه رايح على يمين الشاشه، شمال الشاشه ده هيبقى قطب شمالي للمغناطيس واليمين هيبقى قطب الجنوب. دي اسمها قاعده اليد اليمنى، وعندنا لها استخدام كتير قوي قوي قوي، هيبقى في الباب الثالث. يبقى قاعده اليد اليمنى هتتخيل ان انت مسكت او قبضت على الملف بايدك اليمين بحيث التفاف صوابعك او لفات الصوابع او اتجاه الضوافر بتاعت ايدك لاعلى، ده اتجاه التيار. يبقى اتجاه الابهام هيبقى هو ده اتجاه المجال المغناطيسي. يبقى القاعده الثانيه لتحديد اتجاه المجال هي قاعده اليد اليمنى الامبير، ودي خدناها 3 مرات في السلك بس بطريقه، في الملف الدائري خدناها بطريقه، في الملف اللولبي خدناها بطريقه ثانيه. يبقى قاعده اليد اليمنى الامبير لها 3.
في السلك كان الإبهام تيار، الإبهام تيار، التفاف الأصابع مجال، تمام. في الملف الدائري كان الإبهام الأصابع كان التيار كده، الأصابع أيوه، الإبهام كان مجال، يبقى المجال هنا يبقى للداخل، تمام. الملف اللولبي اللي هو زي ما علينا في الصورة اللي قدامنا دي، يبقى قاعدة اليد اليمنى الأمبير لها 3 استخدامات، في تحديد اتجاه المجال في سلك، في تحديد اتجاه المجال في ملف دائري، في تحديد اتجاه المجال في ملف لولبي. اتفضل يا مستر. تعال نشوف مع بعض كثافة الفيض عند نقطة على محور الملف اللولبي. طبعا احنا شفنا كثافة الفيض عند السلك دي بتساوي ميو اي على 2 باي دي، وكنا مسمينه قانون امبير دائري. في الملف الدائري بي بتساوي ميو في ان في اي على 2 ار، حيث الار ده نص قطر الملف الدائري. النهارده بقى هنشوف العوامل التي تتوقف عليها كثافه الفيض عند محور الملف اللولبي، تمام. واحد، عدد اللفات، كل ما بتزيد عدد اللفات بتزداد كثافه الفيض، لان هنا وكان كل لفه تعمل على توليد مجال مغناطيسي، يبقى كل ما بزود عدد اللفات اكني بزود عدد المغناطيسات، وبالتالي بيزيد كثافه الفيض المغناطيسي. طبعا شده التيار هي الاساس في تولد المجال المغناطيسي، فكلما زادت شده التيار زادت كثافه الفيض، وبالتالي العلاقه ايضا بينهم علاقه طرديه. لكن طول الملف، تمام، معلش انا اسف، ده كده المفروض ان هو يبقى طول الملف. لو طول الملف زاد هتبقى العلاقه بينهم علاقه عكسيه، لان كل ما بنزود طول الملف كل ما كثافه الفيض عند المحور بتقل يا جماعه. وبالتالي عندنا عامل كمان اسمه عامل النفاذيه المغناطيسيه، وده اتكلمنا عليه كتير، وده برضو اللي هو الميو، فالعلاقه بينهم برضو علاقه طرديه. ليه؟ لان انا طبعا كده لما هاجي اجمع القانون معاك هلاقي ان دي بتساوي ميو في ان اي على ام، ومعامل النفاذيه المره دي بالذات عامل معايا شغل جامد، لان طبعا الملف الحلزوني اللي احنا شايفينه قدامنا او اللولبي ده ممكن يبقى معامل النفاذيه بتاعه الهواء، وطبعا زي ما قلنا قبل كده معامل النفاذيه بتاع الهواء قليل جدا، وممكن انا احط ساق من الحديد المطاوع، تمام، بداخل الملف اللولبي، او ساق والف حواليها الملف الايه اللولبي دوت. طبعا ساق الحديد المطاوع المفروض ان معامل النفاذيه بتاعها عالي جدا، فبالتالي هتركز خطوط الفيض عند محور الملف فتزداد كثافه الايه الفيض. يبقى القانون بتاعنا قبل ما نبدا ننقل على نقطه ثانيه، نخلي بالنا ان قانون كثافه الفيض في حاله السلك المستقيم، بفكرك بيه ثاني اهو، ميو اي على 2 باي دي، حيث دي هي بعد النقطه العمودي عن السلك، ادي المسافه دي وادي التيار بتاع السلك. في حاله الملف الدائري كنا بنقول بي بتساوي ميو ان اي على 2 ار، ودي كده انت بتحسب كثافه الفيض عند مركز الملف الدائري اللي نص قطره ار. النهارده بنقول عند الملف الحلزوني بي بتساوي ميو ان اي على ال اللي هو طول الملف. طبعا اكيد هنربط ما بين كثافه الفيض لما يكون ملف دائري ولما يكون ملف لولبي، وخلي بالك لان انت احيانا بتتلخبط، لان المقام ممكن يلخبطك، ده هنا 2 باي دي، هنا 2 ار، هنا ال. بس يا جماعه تعال نشوف مع بعض نقطه ثانيه في درسنا النهارده، وهي بعض الملاحظات على الملف الحلزوني، لان طبعا الكلام عليه كتير قوي. اولهم بيقول لي لو انا قلت لك سؤال زي ده، ملف حلزوني النحاس طوله ال وعدد لفاته ال ومتصل ببطاريه قوتها الدفع الكهربيه في باتري او في بي، ماذا يحدث عنده؟ واحد، وضع اسطوانه من الحديد المطاوع لسه قايلين هتعمل على زياده كثافه الفيض المغناطيسي طبقا للقانون اللي بيقول، او لان بي تتناسب طرديا مع معامل النفاذيه، يبقى لان معامل النفاذيه المغناطيسيه للحديد اكبر منها للهواء فيعمل على تركيز خطوط الفيض. طب الحاله الثانيه بيقول لي لو انت قللت المسافات الفاصله بين كل لفتين الى النص، يعني بمعنى اصح انت هتقلل الطول للنص. طب ما هي العلاقه ما بين الكثافه والطول علاقه عكسيه، يبقى كل ما هقلل المسافه الفاصله يعني بقلل الطول الى النصف هتزداد كثافه الفيض الى الضعف. الكلام ده عند ثبوت عدد اللفات، يبقى بتزداد كثافه الفيض الى الضعف لان طول الملف يقل الى النصف.
طبعا هنا جابها في النموذج الاسترشادي كسؤال، اختر الاجابه الصحيحه وهنشوفه النهارده واحنا بنحل. الفكره ان انت لو قللت المسافه الفاصله اي قللت الطول بتاع الملف الحلزوني، وخلي بالك لان في خدعه، هو كان سلك مستقيم وانت لفيته، فانت بتلعب على ان دلوقتي الملف طوله ال، ما يضحكش عليك في سؤال واقول لك طول سلك الملف، لا انا ماليش علاقه بيه، انا بتكلم على طول الملف. يبقى الطول اللي موجود في العلاقه هنا يا جماعه دي بتساوي ميو ان اي على ال، الطول ده اسمه طول الملف وليس طول سلك الملف. طيب اتفضل مستر ايمن كده نشوف بقيه الملاحظات اللي عندنا. نكتب طبعا احنا شفنا ان اللي قدامنا ده ملف حلزوني، فبكتب قدام عيني على طول ميو البي بتساوي، البي بتساوي برجع على جنب كده واكتب البي بتساوي ميو في الاي في الان على ال، البي هتساوي ميو في الاي في الان على ال. وعايز اقول ملحوظه مهمه جدا، انت هتشوف العلاقه بين مين ومين، بقيه العوامل لازم تكون ثابته، يعني عشان العلاقه تبقى طردي او عكسي احنا زي السؤال رقم 3 كده بيقول عند قطع نصف طول الملف وتوصيل ما تبقى منه بنفس البطاريه، يعني العلاقه هنا مع طول الملف اللي هي ال، انت هنا قطعت الطول للنص يبقى هتيجي عند ال وتكتب نص، وتلاحظ ان انت بقيه العوامل عندك مثبته. لما هنا بقى بيبقى فيها موضوع كبير قوي، لما هتقطع الملف من النص المقاومه الكليه عدد اللفات الاول هيقل للنص، المقاومه الكليه للملف المقاومه هيحصل لها ايه؟ انت قصرت الطول يبقى المقاومه الاخرى هتقل، لما المقاومه تقل التيار هيزيد، يبقى المقاومه هتقل للنص التيار هيزيد لايه؟ للضعف. ماشي؟ يبقى شفتوا الحته الجميله قوي دي، الحته المستخبيه هنا، يبقى ضربنا لك ثلاث حاجات بحاجه واحده، بان احنا قصينا الملف من النص فقام طوله قل، طبعا عدد اللفات قلت مقاومته قلت، اللي زاد الوحيد الايه؟ التيار، نص راحت مع نص، فضل لنا ان التيار اتضاعف، اذا كثافه الفيض هتتضاعف. دي حته جميله جدا 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 وجيت في الامتحان قبل كده كتير كتير. بعد كده اربعه استبدال، هو النحاس الملف النحاسي باخر من الالومنيوم، هو هنا ايه اللي حصل؟ ده دخل في المقاومه النوعيه، دخل في الرو ايه؟ يبقى المقاومه النوعيه هنا بتاعت النحاس اكبر من المقاومه النوعيه للالومنيوم، المقاومه النوعيه النحاس اقل من المقاومه النوعيه للالومنيوم عشان النحاس جيد التوصيل. اللي هيحصل ان المقاومه ار هيحصل لها ايه؟ بتاعت الملف ار هتبقى اقل من مقاومه الالومنيوم. اذا التيار اللي هيمر في النحاس هيبقى اكبر. اذا كثافه كثافه الفيض في الالومنيوم علاقه طرديه. هو التيار هنا في الالومنيوم حصل له ايه؟ قل، اذا كثافه الفيض هنا هتقل. تمام؟ وعرفنا التيار قل في الالومنيوم ليه؟ لان مقاومه الالومنيوم اقل من مقاومه النحاس، فاذا التيار اللي مقاومه الالومنيوم اكبر من مقاومه النحاس، اذا التيار اللي هيمر في الالومنيوم اقل من التيار اللي كان هيمر في النحاس، اذا كثافه الفيض هنا هيحصل لها ايه علاقه طردي؟ هتقل. اتفضل يا مستر. في برضه هنا مستر ايمن سؤال عشان انا برضه قابلته، فطبعا حضرتك تفضلت مشكورا وقلت لنا ان كثافه الفيض هنا في الحاله دي لما كتبنا القانون ميو ان اي على ال زي ما مستر ايمن قال، قصينا الطول من النص، عدد اللفات قل للنص، فانت للوهله الاولى ممكن تتخيل ان انت هتطير النص مع النص فيظل كثافه الفيض ثابته، لكن مستر ايمن وضح لنا ان طالما احنا قصينا الملف من المنتصف فان مقاومته قلت هي كمان، وبالتالي شده التيار زادت في الداخل. طب جميل، لما بقى يجي يقول لي نفس السؤال ده قطع نصف طول الملف مع عملنا ايه بقى؟ زيادة المسافة الفاصلة بين اللفات للضعف، يعني عايز يقول ان الطول رجعه زي ما كان، يعني ايه؟ هو قصه من النص ما فيش اي مشكلة خالص، وكل التغييرات اللي مستر ايمن قال عليها ان كمان التيار زاد للضعف زي ما اتفقنا، بس في مشكلة، هو هنا بيقول لي ايه؟ رحت مزود المسافة الفاصلة بين اللفات للضعف او مع الابقاء على الطول ثابت، يعني برضو ابعدنا اللفات عن بعضها، يعني بيقول لي ما تقربش للطول خالص ولا تتكلم معاه، يبقى ال ثابت. طب ما هو احنا قصيناه من النص كده كده عدد اللفات قلت للنص والتيار هيزيد للضعف، الاثنين هتطير مع الاثنين، هنا في الحاله دي هيقول لي كثافه الفيض، هقول له تظل ثابت. يبقى نخلي بالنا لما نقرا السؤال نقراه بتأني ونعرف هو عايز ايه، وابدا اشغل دماغي صح عشان الدنيا تمشي معايا مظبوط. عندنا ملف لولبي
يمر به تيار كهربي عند انقاص المسافة الفاصلة بين لفاته الى النص. يعني احنا عملنا ايه هنا؟ سامع طالب بيقول لي خلينا الطول بقى نص، الطول كان ال بقى نص ال، فان كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة بداخله وتقع على محوره. شوف بقى اللعبة هنا، هو عايز كثافة الفيض عند المركز، عند النقطة في داخل المحور. عندنا هنا العلاقة مع الطول قلنا علاقة ايه؟ عكسية. انت قللته هنا للايه؟ للنصف، يبقى المفروض انت هتقول له ايه؟ كثافة الفيض ايه؟ هتزيد للايه؟ للضعف. تعال كده نشوف، خلي بالك هنا ممكن ايه؟ لا تتغير، ولا تزداد للضعف، ولا تقل للنصف، ولا تزداد لأربعة أمثالها. الإجابة تمام، تزداد للضعف. طيب شوف سؤال تاني كده، بيقول لي يوضح الشكل، ملف لولبي يمر به تيار كهربي شدته اي وطوله ال، ده طبعا كان في النموذج الاسترشادي خلي بالك، ومساحه مقطعه ايه وعدد لفاته ال اذا تم ابعاد لفات الملف عن بعضها. انت كده هتبعد لفات الملف، يعني حتى اصبح طوله 3 امثال مكان عليه 3 ال، فان كثافه الفيض المغناطيسي عند اي نقطه وتقع على محور. طب ما هو نفس فكرة السؤال اللي فات، بس أنا حبيت أجيبه لك عشان أقول لك ده في النموذج اللي إيه؟ الاسترشادي. فأنت لما تقول لي برضه نفس الفكر بي بيتناسب عكسيا مع ال، وأنت زودت الطول لثلاث أمثال، أنت زودت ثلاثة هنا في المقام، فكده كثافة الفيض هتزيد برضه لثلاث أمثال، يبقى سوري أنا آسف، طبعا كثافة أكيد الفيض هتزيد هتقل للثلث، يبقى تقل إلى ثلث قيمتها الإيه؟ الأصلية. أهو ده سؤال برضه المفروض إن أنا ما أتلخبطش فيه، لأن العلاقة هنا زي ما احنا عارفين علاقة عكسية. شوف سؤال تاني على الملف الحلزوني، ده في صورة مسألة بقى، أو هنعمل نسب. تعال نشوف كده، ملفان لولبيان الأول داخل الآخر بحيث ينطبق محورهما ولهما نفس الطول. إذا كان عدد لفات الملف الداخلي 400، يعني هنعتبر إن دي N1، وعدد لفات الملف الخارجي 1600 N2. نخلي بالنا بقى، لأن أنت اتكلمت على الداخلي خليته N1 والخارجي خليته N2. وكانت شدة التيار في الملف الداخلي اللي هي تبقى I1 يا جماعة 3 أمبير، فإن شدة التيار التي يجب أن تمر في الملف الخارجي يعني عايز I2، والتي تجعل كثافة الفيض عند النقطة على المحور المشترك لهما بتساوي صفر. طبعا كلمة إن كثافة الفيض المغناطيسي المحصلة لملفين تساوي صفر أوتوماتيك تبقى دي نقطة تعادل. لو سألك على البوصلة هتقول له ما بتنحرفش لأن كثافة الفيض المغناطيسي صفر، وأوتوماتيك أنت مستنتج إن كثافة الفيض المغناطيسي بتاعت الأول بتساوي التاني. طب لو أنا قلت B1 بتساوي B2 هنكتب إيه؟ هقول لك ميو N1 I1 على L1 هتساوي ميو N2 I2 على L2. طبعا المعامل النفاذية ثابت وهو بيقول لي لهما نفس الطول، يبقى الاطوال ثابته، يبقى انت كده لعبك مع مين؟ N1 في I2 في I1 بيساوي N2 في I2. N1 بكام؟ قلنا ب 400، وI1 بكام؟ ب 3، N2 في 1600، يبقى مش فاضل لك غير الI2. هناخد ال 1600 هنا تحت في المقام، يبقى كده الI2 بتساوي 3 في 4 طبعا ب 12، ونحط الصفرين ادي 1200 على 1600، هنطير هنقسم على الاربعه فيها الثلاثه على الاربعه فيها الاربعه، يبقى هتطلع معاك ثلاث ارباع او 75% امبير. تمام، ادي سؤال من الاسئله اللي ممكن برضو تخلي بالك منها، ان هنا نقطه التعادل هتبقى موجوده معاك سواء في السلك المستقيم او الملف الدائري او الملف اللولبي او الحلزوني. طيب سؤال تاني كده يا مستر ايمن، ده عباره برضو عن علاقه ما بين الملف الدائري والملف الحلزوني، اتفضل. ملف دائري قطره الار بتاعت الملف ب 11، الله ده ما مستر مكتوبه 22. ما انا اول ما قلت ملف دائري قطره، يبقى اللي قدامك دي 2 ار، ادي اول مطب ممكن يقابلك. وعدد لفاته الان بتاعتنا هنا في الملف الدائري ب 49، يمر به تيار كهربي يولد مجالا مغناطيسيا، كثافه فيض البي هنا بتاعت الدائري 7 في 10 اس سالب 5 تسلا، فان كثافه الفيض المغناطيسي عند نقطة على محوره إذا أبعدت الملف عن بعضه بانتظام حتى أصبح طوله 11 سنتي، يبقى طول الملف 11 سنتي. هنا بنشتغل ملف كان دائري حولناه للولبي. هنا بنعرف على طول إن القانون اللي هنستخدمه هيبقى بي 1 اللي هي بي الدائري على بي اللولبي
اعكس القطر مع الطول هيساوي ال فوق و2 ار تحت. طب فين يا مستر العوامل الثانيه؟ العوامل الثانيه احنا قلنا ثابته طيرناها مع بعض، يبقى نفس الكلام اللي عمله مستر عبده في السؤال السابق، بس قلنا بايه ده اري على بي حلزوني هتساوي ال على 2 ار وشطبنا. تعالى نشتغل بقى كثافه الفيض بتاعه الملف الدائري، هنكتب 7 في 10 اس سالب 5 على كثافه الفيض بتاعه الملف الحلزوني اللي عايزها، تساوي طول الملف 11. 11 ايه ده؟ 11 في 10 اس سالب 2 عشان احولها المتر. اوعى تنسى دي، ما هي دي الافكار اللي موجوده في المساله. على 2 ار، الار كام؟ الار كام؟ ها الار ب 11. طب لو انا خدت ال 22 على بعضها يبقى كاني خدت القطر كامل 2 ار، يبقى 22 في 10 اس سالب 2، يبقى البي الحلزوني هتساوي اعمل المقص بتاعك وطير تمام، بس عود نفسك برضو على التحويلات، هي هتطير بس عود نفسك على التحويلات. يبقى 7 في 10 اس سالب 5 في 22 على 11 تطلع 14 في 10 اس سالب 5 تسلا. ده مثال من الامثله الجميله برضو اللي بتيجي في الامتحانات كتير قوي، يعني قابلتنا على سنين السؤال ده. اتفضل يا مستر. طبعا ما تنساش زي ما خدت في الملف الدائري هينطبق الكلام برضو على الملف الحلزوني دلوقتي، ان لو كان الملفين المجالين في نفس الاتجاه والمجالين في عكس الاتجاه، ولو مجال عمودي على الاخر، لان برضو ممكن يقول لي سلك مستقيم وملف حلزوني والسلك بينطبق على محور الملف الحلزوني، فطبعا هتتعامل مع كثافه الفيل بتاعت السلك المستقيم اللي هي قانون امبير الدائري مع كثافه الفيل بتاعت الملف الحلزوني، وتشوف ايه العلاقه ما بينهم وتبدا تشتغل. ما تقلقش لان الدنيا هتبقى سهله باذن الله، واحنا بنحل اسئله على الجزئيه دي في المراجعات باذن الله. طيب نشوف مع بعض حاجه تانيه في الفصل الثاني اسمها القوه المغناطيسيه. طبعا القوه التي يؤثر بها مجال مغناطيسي على سلك، ده العنوان. لكن انا عايز افتكر معاك احنا لما درسنا السلك المستقيم لما بيمر فيه تيار كهربي بينشا عنه مجال مغناطيسي. طيب يبقى لو انا معايا سلك مستقيم بالمنظر ده يمر به تيار كهربي شدته اي 1 فينشا عنه مجال مغناطيسي كثافته بي 1 عند نقطه تبعد عنه مسافه دي. طيب يبقى عند النقطه دي في كثافه الفيض المغناطيسي الناشئ عن نور التيار الكهربي في السلك المستقيم. طب لو انت تخيلت ان انت هتجيب سلك تاني عند النقطه ومررت فيه تيار في نفس الاتجاه تمام، بحيث ان انت دلوقتي عندك سلكين من الاول اهو، ادي سلك مستقيم يمر بيه تيار كهربي شدته اي 1 فكثافه الفيض المغناطيسي بي 1 عند النقطه دي. جيت انت عند النقطه دي ورحت حاطط سلك مستقيم تاني مررت فيه تيار كهربي شدته اي 2 تمام، وكثافه الفيض المغناطيسي الناشئ عنه بي 2. لو طبقنا القاعده بتاعتنا اللي هي قاعده امبير لليد اليمنى هنجد ان الفيض المغناطيسي ده بي 1 ينشا عنه مجال مغناطيسي، قاعده امبير لليد اليمنى هيبقى من هنا عمودي داخل ومن هنا عمودي خارج. اذا في فيض مغناطيسي دلوقتي او مجال مغناطيسي عباره عن شكل نقط يؤثر بدوره على السلك ده. طب ما هو السلك ده يا جماعه لو طبقنا قاعده امبير لليد اليمنى عليه هنلاقي ان الفيض المغناطيسي بتاعه اكسات من هنا ومن هنا نقط، يبقى الفيض المغناطيسي الاكسات يؤثر بدوره على السلك الثاني تمام. ايه ده؟ وكان عندي مغناطيسين يا جماعه، مغناطيس اللي هو كثافه الفيض بتاعت السلك الاول ومغناطيس اللي هو ناشئ عن نور التيار الكهربي في السلك الثاني. طب ما احنا قلنا ساعتها المجال المغناطيسي هنا نقطة وهنا اكس، هنا نقطة وهنا اكس يعني مختلفين، فكان بيحدث تجاذب او بمعنى اصح يتحرك السلكان من الكثافة الاعلى، لان كنا بنجيب المحصلة بره بالجمع وجوه كان بالطرح، فكنا بنقول ينشأ بين السلكين قوة تجاذب، او بالمعنى الافضل او الاصح لدماغنا ان هينشأ هنا حركة للسلكين، يعني سلكين هيتحركوا في اتجاه بعضهم البعض. طب ما ده اللي احنا عايزين نوصله، ان في قوه هتنشا نتيجه ان السلك المستقيم اللي في ايديا دلوقتي بيمر فيه تيار كهربي اهو، وفي نفس الوقت هو موضوع في مجال مغناطيسي. يبقى انت هتفترض ان انت عندك سلك
طوله L ويمر به تيار كهربي شدته I، وهذا السلك اللي بيمر فيه تيار كهربي وينشأ عنه مجال مغناطيسي موضوع عموديا في مجال مغناطيسي خارجي اللي هو الإكسات اللي بره دي. يبقى كده في مجالين، المجال المغناطيسي بتاع السلك والمجال الخارجي اللي هو إكس. يبقى أنا عندي فيه كثافة فيض مغناطيسي وكثافة فيض مغناطيسي. يبقى وكأن اللعبة هنا زي ما عملناها من شوية، مجالين، يبقى هينشأ على السلك ده قوة يا إما هتحركه يمينا أو يسارا أو لأعلى الصفحة أو لأسفل الصفحة زي ما هنشوف. يبقى إذا عند وضع سلك مستقيم يمر به تيار كهربي في مجال مغناطيسي منتظم، طبعا هتبقى كثافته بي، بحيث يكون السلك عموديا، وده شرط، على خطوط الفيض المغناطيسي. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ تنشأ قوة تؤثر على السلك وتكون عمودية هي الأخرى على اتجاه التيار واتجاه المجال كما بالشكل. تمام؟ بمعنى القوة دي هتؤدي إلى حركة السلك من الموضع الأعلى في الكثافة إلى الموضع الأقل، زي ما شفنا حركة السلكين مع بعض. هنا برضو مجالين هينشأ عنهما قوة مغناطيسية هتأثر على السلك ده فهتخليه يتحرك. طب يا ترى لو حبينا نقول هو السلك ممكن يتحرك ازاي؟ هتركز انت في الجملة دي ان القوة التي تؤثر على السلك اللي هي اف دي يا جماعة هتكون عمودية على كل من اتجاه التيار واتجاه المجال المغناطيسي. طبعا المجال المغناطيسي هنا عمودي داخل واتجاه التيار لأعلى، فبالتالي في تعامد ما بين اتجاه التيار واتجاه المجال، فهتنشأ قوة عمودية على كل منهما تعمل على تحريك السلك في اتجاه معين. تعال نشوف هل هنقدر نحدد اتجاه القوة المغناطيسية دي ولا لا. اتفضل يا مستر أيمن. بتستخدم هنا بقى لتحديد اتجاه القوة قاعدة فيلمنج لليد، قاعدة اليد اليسرى لفيلمنج. القاعدة دي بتقول ايه؟ تخيل الرسمة اللي على ايدك اللي على شمال الصورة كده، اذا كان اتجاه الفيض بيمثله دي اسمها ايه؟ السبابة، واتجاه التيار بتمثله اصابع اليد، يبقى اصابع اليد دي اتجاه التيار، فان القوة اللي هيتعرض ليها السلك هتبقى اتجاهها لفين؟ اتجاهها بيشاور اليه الابهام، اتجاهها يبقى لاعلى. ولاحظ ان الثلاث اتجاهات دول متعامدين، الناس اللي خدتها في الرياضه، الناس بتوع علم الرياضه، الثلاث اتجاهات دول متعامدين، يعني وانت بتفتح ايدك اليمين ايدك الشمال سوري، لازم يكون الثلاث اصابع بالوضع ده في حاله تعامد في اي وضع. يبقى هنا لما نيجي نقول كيف يمكنك تحديد القوه اللي هيتعرض ليها سلك بيمر في تيار وموضوع في مجال مغناطيسي، يعني لازم السلك اللي بيمر في تيار يكون موجود في مجال مغناطيسي عشان ينشأ عندك مجالين، والمجالين هنا هيبقى البي بتاعتهم يا اما بيب جمع يا اما بيب طرح حسب الموضع بتاعها زي ما مستر عبده في الصوره اللي قبل كده جابها. تمام؟ هنشوف بقى القوه دي هنحسبها ازاي. العامل بقى اللي بتوقف عليها اتجاه القوه المغناطيسيه المؤثره على السلك، طبعا اتجاه المجال زي ما قلنا لازم يكون عمودي على اتجاه التيار. تمام؟ لكن قيمه القوه زي ما مستر ايمن بيقول هنشوفها دلوقتي مع بعض. العامل اللي بتوقف عليها القوه المؤثره على سلك يمر به تيار كهربي وموضوع في مجال مغناطيسي. أولا كثافة الفيض، العلاقة طردية، لأن أنا لو زودت كثافة الفيض يبقى أنا كده بزود القيمة بتاعة المجال الخارجي اللي هو مؤثر بدوره على السلك، وفي نفس الوقت لو زودت شدة التيار يبقى أنا بزود المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور التيار، فبالتالي هتزداد القوة المؤثرة من السلك على المجال. وبالتالي لو أنا حطيت سلك طوله صغير جدا في المجال المغناطيسي، مثلا لو انا عندي المجال المغناطيسي مفروض بالمنظر ده، لو انا حطيت سلك بالمنظر ده يبقى انا كده السلك ده بس هو اللي هيتاثر، او الطول ده هو اللي هيتاثر بالمجال. طب لو زودت طول السلك، كل ما هزود طول السلك الجزء المعرض فقط للمجال المغناطيسي هو اللي هيتاثر بالقوه. وبالتالي احنا لو جمعنا الثلاث عوامل دول مع بعض هتظهر لي العلاقه بالمنظر ده. بس في حاجة ناقصة. ليه؟ لأن أنت لسه قايل لنا يا مستر إن لازم السلك يكون موجود عموديا على المجال المغناطيسي. يعني عايزك تركز بقى، لو أنا جيت قلت لك إن ده مجال مغناطيسي هيبقى ده اتجاه المجال جاي طبعا من قطب شمالي لقطب جنوبي، يعني هنتخيل مع بعض إن أنا معايا مغناطيس على شكل حدوة الحصان أو على شكل حرف اليو. تمام؟ هيبقى المجال المغناطيسي جاي من القطب الشمالي للقطب الجنوبي.
بغض النظر عن الشكل هيبقى ده مجال مغناطيسي كثافته بي. لو انا جبت سلك مستقيم يمر به تيار كهربي بالشكل الموضح قدامك اتجاهه اي، هيبقى انت شايف ان اتجاه التيار عمودي على اتجاه المجال، كده السلك ده هيتأثر بقوة مقدارها اف بتساوي بي اي ال، لان الثابت هيبقى واحد، وطبعا هنضرب في ساين الثيتا. لو ساين ثيتا دي طبعا عمودي على المجال اتجاه التيار عمودي على اتجاه المجال، الاثنين دول هما اللي العلاقة بينهم او بينهم زاوية، فلو ثيتا ب 90 يبقى ساعتها اف هتبقى قيمة عظمى وهنكتبها اف ماكسيموم. طب لو حصل ان نفس اتجاه المجال ده ولكن حضرتك وضعت السلك بحيث يكون اتجاه التيار في السلك موازيا لاتجاه المجال، ادي التيار وادي المجال الاثنين بيوازوا بعض، ساعتها هتبقى اف بتساوي بي اي ال بس في ساين صفر، وساعتها هتبقى الاف بتساوي ايه يا جماعه؟ هتساوي صفر او تنعدم القوه. يبقى انت تخلي بالك ان اتجاه القوه لازم او اتجاه التيار لازم يكون عمودي على اتجاه المجال المغناطيسي حتى تكون القوه الناشئه على السلك قوه عظمى، لكن متى تتلاشى القوه او متى تنعدم القوه؟ عندما يكون اتجاه التيار موازيا لاتجاه المجال. طيب وبالتالي القوه المؤثره على السلك الذي يميل بزاويه سيتا على اتجاه المجال، لو احنا رسمنا زي ما شفنا كده مع بعض اهو، طبعا هنحلل اتجاه كثافه الفيض الى مركبتين، المركبه الافقيه بي كوزاين سيتا، ادي السيتا اهي اللي تعتبر الزاويه المحصوره ما بين مين ومين؟ ما بين اتجاه المجال واتجاه التيار، تمام؟ طبعا هنحلل زي ما قلنا مركبه بتاعه المجال المغناطيسي الى مركبتين، مركبه افقيه ومركبه راسيه، وبالتالي انت بتاخد الزاويه اللي ما بين مين ومين يا جماعه؟ ما بين اتجاه المجال واتجاه التيار، لان انت زي ما هتشوف في المسائل اللي هتتحل باذن الله في الحصه الجايه او في الحلقه الجايه، هتجد ان انت لازم تاخد بالك من موضوع الزاويه دي، وطبعا انا مش عايزك تحتار ما بين الساين وما بين الكوزاين، لازم تبقى واخد بالك ان الزاويه دي هي المحصوره بين اتجاه الفيض واتجاه التيار. يبقى يتم تحليل كثافه الفيض الى مركبتين متعامدتين، مركبه موازيه لاتجاه التيار في السلك وقدرها بي كوزين سيتا ودي ما بتاثرش، تمام، لكن المركبه العموديه لان احنا اتفقنا ان لازم يكون في تعامل ما بين مين ومين يا جماعه؟ كثافه الفيض والتيار، وهي دي اللي هنشتغل عليها اللي هي هتبقى بي ساين سيتا. هنا احنا تعرضنا اول ما درسنا القوه يا مستر ايمن الى ان في سلكين ممكن ينشا بينهما قوه تجاذب. قوه التجاذب وقوه التنافر. هنا قدامنا سلكين، سلك بيمر فيه تيار اي واحد على الشمال الصوره، سلك بيمر فيه تيار اي اتنين. واحد هيقول لي السلك اي واحد ده هيعمل مجال مغناطيسي، هذا المجال هيأثر على السلك اي اتنين، والسلك اي اتنين بيمر في تيار كهربي هيعمل مجال مغناطيسي هيأثر على السلك اي واحد. اذا هنا انت وقعت السلك بقى اللي بقول عليه اي واحد، وقع على السلك اي واحد في منطقتين مجال، منطقة بتاعت المجال بتاعه ومنطقة بتاعت المجال بتاع السلك التاني. طيب هنا هيبقى في قوة متبادلة، هيبقى السلك الاول بيأثر على السلك التاني بقوة والسلك التاني بيأثر على السلك الاول بقوة. القوة المؤثرة على السلك الأول قلنا زي ما قلنا نشأت نتيجة المجال بتاع السلك الثاني، يبقى الـ F1 هتساوي الـ B1 I2 اللي هو السلك 2 في L2. هنا الـ B1 هي الـ B توتال، الـ B توتال بتاعت السلكين بنجيبها إزاي؟ ميو في I1 في I2 في L على 2 باي D. القوة اللي بتأثر على السلك الثاني نفس الكلام، F2 هتساوي B2 في I1 في L، هتساوي هنشيل البي ونحط ميو اي 2 اي 1 في ال على 2 باي دي. القوه دي اسمها قوه متبادله، يعني القوه اللي طالما التيار هنا ايه؟ القوه اللي بيأثر بيها السلك الاول على القوه اللي بتأثر بالسلك الثاني هي نفسها الاف، دي اسمها قوه متبادله بين السلكين. القوه المتبادله دي متساويه، قوه ايه؟ متساويه. خلي بالك ده موضوع سؤال لما يجي يقول لك النسبه بين القوه المتبادله المؤثره بالسلك الاول والقوه المتبادله المؤثره بالسلك الثاني، هنقول له ايه؟ هنقول له برافو، هنقول له واحد، لان القوه المتبادله هنا ثابته. هنا القوه المتبادله اف هتساوي، القانون ده مهم جدا، اف بتساوي ميو اي واحد تيار السلك الاول في تيار السلك الثاني في طول السلك، او هنا في وحده دائما بيجيبها لك وحده الاطوال من السلك اللي هي بتبقى 1 متر على 2
باي دي. القانون ده هنشتغل بيه كتير قوي قوي قوي، وجالنا في الامتحان السنة اللي فاتت كتير. اتفضل يا مستر. طبعا مستر ايمن زي ما تفضل كده وقال لنا ممكن يجي لنا سؤال هنا. طبعا السؤال شائك جدا، لان انا ممكن اقول لك زي ما شايفين احنا بالظبط كده. انا عايزك تاكد على ان القوه الناشئه او القوه المؤثره من السلك الاول على السلك الثاني اف 1 مثلا، تمام؟ زي ما انت شفت كده او زي ما مستر ايمن قال لنا، هي قد القوه التي يؤثر بها السلك الثاني على السلك الاول. يعني المقصود لما اجي اقول لك سلكان طويلان ومتوازيان يمر بالسلك الاول تيار مثلا شدته 2 امبير، ويمر بالسلك الثاني تيار شدته 8 امبير كمثال، فان القوه التي يؤثر بها السلك الاول على السلك الثاني نقط القوه التي يؤثر بها السلك الثاني على السلك الاول. طبعا 2 امبير و8 امبير هتخلي دماغك تضرب اخماس في ازداز وتقول لي لا ده ربع، لا ده نص، لا ده 4 على 1. لا، هي يا جماعة القوة المتبادلة أو القوة التي يؤثر بها السلك الأول على السلك الثاني تساوي القوة التي يؤثر بها السلك الثاني على السلك الأول، لأن زي ما مستر أيمن تفضل كده وقال لنا إن إف هتساوي بي 1 على اعتبار إن الفيض الناشئ من السلك الأول بي 1 هنضربه في شدة تيار السلك الثاني أي 2 في طوله، تمام؟ لو فكيت البي 1 هتطلع ميو أي 1 على 2 باي دي أهي، يبقى في أي 2 في مين؟ في إل. طب لو عكسنا وقلنا لا انا هجيب كثافه الفيض بتاعت السلك الثاني بي 2 اللي هتاثر بدور على السلك الاول اللي بيمر فيه تيار اي 1، هتلاقيها بي 2، هتيجي تفكها هتبقى ميو اي 2 على 2 باي دي في اي 1 في ال. طبعا دي كده القوه دي هي قد القوه دي لو انت بصيت عليها، يبقى ما تنخدعش في السؤال وتخلي بالك منه، تمام؟ بكده اقدر اقول لك ان احنا انتهينا النهارده من حلقتنا، وتقبلوا تحياتنا من الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني. أستاذ أيمن. أستاذ عبدو، أبنائي الطلاب سعدنا بلقائكم، ونتمنى إن إحنا نكون أفدناكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.